تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية في عدد من شوارع المملكة. صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد باشرت بتنفيذ أعمال مشروع توسيعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور من دوار رقم 6 بمدينة حمد إلى شارع ولي العهد، وذلك ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية. وقال إن المشروع سيستقطب زيادة في الحركة المرورية الخارجة من مدينة حمد بمقدار 750 مركبة في الساعة في أوقات الذروة، حيث ستتحسن كفاءة تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع 6 بنحو 35%. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتيرة جهود النمو والتطوير التي تلبي تطلعات المواطنين في مملكة البحرين وخلق منفذ يسهل التنقل لأهالي المنطقة. وأكد سعادة الوزير أن هذا المشروع يأتي كجزء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني، وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة للازدحامات المرورية في المملكة، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوسيع تقاطع شارع 6 وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، مما سيوفر انطلاقة سلسة للقادمين من شارع 6 يمينا والمتجهين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء الواقع فوق النفق باتجاه المنامة. المشروع يتضمن إضافة مسار على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور بين شارع 6 ودوار ولي العهد بطول إجمالي بلغ 1900 متر.